أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن أبعاد وتبعات عودة وباء الكوليرا واستمرار تدهور وضع القطاع الصحي في البلاد. قالت مجموعة صحية تابعة للأمم المتحدة إن تفشي وباء الكوليرا في اليمن أودى بحياة 845 شخصا خلال الأشهر الثمانية الماضية، مع استمرار عرقلة ميليشيا الحوثي تقديم الخدمات الصحية في غالبية المناطق الخاضعة لسيطرتها. هذا وأعلن مكتب الصحة في مديرية المواسط بريف محافظة تعز تسجيل 5 حالات وفاة جراء وباء الكوليرا خلال الفترة الماضية. وناشد مكتب الصحة الجهة المعنية سرعة التدخل وتقديم المساعدة لمواجهة الكوليرا في المديرية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: بعد عودة الوباء إلى عدة محافظات، ماذا يمكن القيام به لتجاوز هذا التفشي؟ ولماذا لم يتم القضاء على الوباء على الرغم من التحرك الدولي والمحلي لإيقاف تفشيه؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. أزمات إنسانية لا حصر لها، أمراض أو بيئة، وعجز محلي ودولي عن إيقافها أو التخفيف منها. هكذا هي الصورة في البلاد، وهكذا يعيش اليمنيون يومياتهم القاسية. وباء الكوليرا القادم من العصور البدائية بات المعضلة الأكثر فتكاً بالمواطنين في بلاد تفتقر إلى البنية التحتية والمرافق الصحية والمستلزمات، ويعاني معظم سكانها من الفقر والمجاعة. منظمات دولية قالت إن معدل ضحايا الوباء ما يزال في ارتفاع، وإن عدداً من المحافظات ترزح تحت وطأة تفشي جديد للمرض في ظل عجز السكان عن الحصول على مياه نظيفة وصالحة للشرب. في جديد الإحصاءات قالت مجموعة صحية تابعة للأمم المتحدة إن تفشي وباء الكوليرا في اليمن أودى بحياة 845 شخصا خلال الثمانية الأشهر الماضية، مع استمرار عرقلة ميليشيا الحوثي لتقديم الخدمات الصحية في غالبية المناطق الخاضعة لسيطرتها. أضافت المجموعة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن إجمالي التراكمي لحالات الكوليرا المشتبه بها بلغت أكثر من 671 ألف حالة من الحالات المبلغ عنها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي. المناشدات المحلية عادت من جديد، حيث طالب مكتب الصحة في تعز الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية بسرعة التدخل وتقديم المساعدة لمواجهة الكوليرا في ريف المحافظة، خاصة بعد افتقار مكاتب الصحة في المحافظة إلى أبسط الإمكانات لمواجهة الوباء. صراع قاس مع الحياة ومتطلباتها، ومعاناة مستمرة في الحصول على أبسط خدمات الرعاية الصحية الأساسية. هكذا هو واقع اليمنيين، وهكذا هي يومياتهم. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من تعز مدير مكتب الصحة الدكتور عبد الرحيم السامعي. أهلا بك دكتور. إذن كيف هو الوضع بداية فيما يتعلق بالسيطرة على وباء الكوليرا في ريف تعز وفي تعز بالعموم؟ شكرا لك وللسادة المشاهدين. والله أخي العزيز، المرض الكوليرا والجائحة التي تجتاح محافظة تعز ومحافظات اليمنية أصلا منذ هذا الانقلاب والحرب المستمرة والحصار المستمر على محافظة تعز منذ 5 سنوات، ينطبق عليها القول كلما قلنا عساها تنقلي قالت الأيام هذا مبتدا. كلما وصلنا إلى مرحلة من المراحل المتحسنة في أرجاء المحافظة وخاصة في المديريات التي سجلت أرقام مرتفعة، عادت مرة أخرى وتلتفت في أول سقوط للأمطار وفي أول تكدس للمخلفات الصلبة واختلاط المخلفات البشرية من الصرف الصحي مع مياه الشرب. تأتي هذا في الوقت الذي نحن نقول أنه لن تستطيع أي جهة من الجهات القيام بمهمة مكافحة وباء الكوليرا مهما بلغت إمكانية هذه الجهة، لا وزارة الصحة ولا وزارة الأشغال ولا مؤسسة المياه والصرف الصحي ولا مؤسسة مياه الريف. نحن نقول أن المعالجة وفتح مراكز المعالجة من قبل وزارة الصحة هي عامل مكمل، بل يأتي في مؤخرة هذه العملية. كلما وصلنا إلى أعداد مشجعة نصل أحيانا إلى 80 إلى 90 إلى 100 حالة يوميا في مختلف مديريات المحافظة،
وإذا بنا نجد نكسة تظهر لنا في اليوم التالي أو في أيام قليلة، لترتفع عدد الحالات يوميا إلى 300 إلى 350 حالة. ذلك لأن التعاون يكاد ينعدم بين المؤسسات التي يفترض أنها تعمل متحدة، وزارة الصحة، صحة البيئة، وزارة الأشغال ومكاتب الأشغال العامة، مؤسسة المياه والصرف الصحي، مؤسسة مياه الريف. كل هذه المؤسسات يجب أن تتكاتف جهودها جملة واحدة، لكن قلة الإمكانيات لهذه الجهات جعلت من هذا الوباء يتغول على هذه المحافظة، إذ وصل عدد الحالات التراكمية منذ بداية العام حتى اليوم 43,665 حالة، وبإجمالي وفيات 94 حالة. طبعا تتركز معظم حالات الوفيات في المديريات التي تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، وتتقدم هذه المديريات مديرية ماوية بعدد 14 حالة وفاة، ثم مديرية مقبنة، ثم تتوزع بقية الحالات على المديريات التي تحت سيطرة الشرعية والمديريات الأخرى التي تحت سيطرة الميليشيات. لكن أقول أن المديريات التي تحت سيطرة الميليشيات تعيش وضعا أكثر مأساوية من المديريات التي تحت سيطرة الشرعية، برغم الحصار المضروب على هذه المديريات منذ 5 سنوات. لكن يبقى الأمل معقود على التعاون بين المؤسسات المختلفة، ومنها وزارة الصحة، صندوق النظافة، صحة البيئة، وزارة الأشغال، مؤسسة مياه الريف، المؤسسات الصرف الصحي. كل هذه المؤسسات يجب أن تتحد لكي تعمل يد واحدة لمواجهة هذا الوباء، ما لم يظل هذا الوباء يسرح ويمرح في المحافظة وفي بقية محافظات الجمهورية. طيب، وأنت تشير إلى أن فتح مراكز الصحية هو دور مكمل وآخر ما يأتي، قد يكون آخر ما يأتي في سياق معالجة هذا الوباء، لكن ما هي الخطوات الأولى للمعالجة إذن؟ بالتأكيد أنه عند البلاغ، ولو كان حتى بلاغ مجتمعي ليس رسميا من مؤسسة صحية، نحن نتحرك. الخطوة الأولى هو الانتقال إلى مكان انتشار الوباء والسيطرة عليه، مثل ما حدث في ما حصل مؤخرا في وادي بني عمر، في قرية برح البنق في وادي بني عمر، مثل ما حصل في الشمالتين في المعاصر، في أماكن أخرى. تنتقل فرق الاستجابة السريعة لمكتب الصحة بصحبة فرق الاستجابة السريعة لمياه الريف. نسيطر على الموقف بواسطة أولا التعرف على مصدر الوباء، ثم نقوم بإغلاق هذا المصدر، مثل ما حصل في وادي بني عمر. رأينا أن مياه الصرف الصحي للمواطنين القادم من المنازل يصب في مجرى السيل، السيل يصل إلى البئر الرئيسية التي يتغذى منها أو يشرب منها المواطنين، ومن هنا اختلطت المخلفات البشرية بمياه الشرب. سيطرنا على هذا الوضع. الآن هناك إصحاح بيئي يعملون على تصحيح وإقامة مشروع للصرف الصحي للقرية. هذا مثال أنا أضربه لما يقوم عليه مكتب الصحة في الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تأتي في توفير المحاليل والأدوية ومعالجة الحالات المصابة، ثم بعد ذلك التوعية الصحية بين المواطنين على أن لا تختلط المخلفات البشرية بمياه الصرف الصحي، وأن يقوم المواطنين بغلي مياه الشرب وتجنب المياه الملوثة واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب. هذه هي الخطوات التي تقوم بها وزارة الصحة. لكن كما قلت وكما هو واضح من كلامي أن مؤسسات المياه والصرف الصحي، مؤسسات الأشغال، صندوق النظافة، المخلفات الصلبة، المخلفات البشرية، كل هذه يجب أن تعمل دفعة واحدة وجملة واحدة لكي يختفي هذا الوباء بشكل كامل من المحافظة. تفضل بالبقاء معي دكتور عبد الرحيم. أرحب بمن ينضم إلينا من صنعاء، دكتور وليد الثجيري، الطبيب في مستشفى الثورة، لمعرفة الوضع هناك. أرحب بك دكتور الثجيري. إذن كيف هو الوضع في صنعاء بالنسبة للكوليرا؟ مساء الخير لكم جميعا. أسمعك نعم، تفضل. أخي الكريم، اسمح لي أن أضعك في الصورة. أبي أن أتحدث بلغة الأرقام من البداية. إذا تحدثت لك عن آخر موجة للكوليرا من يناير وحتى أغسطس 2019، عدد الحالات المشتبه بها هي 600,000 حالة في عموم الجمهورية اليمنية،
ولما أقول المشتبه بها ككوليرا المقصود بها الذي طلعت موجبة بالفحص السريع، و148 ألف حالة تم تأكيدها بالفحص المزرعي، حيث أنه لكل 10 حالة إسهال مائي حاد يتم فحص واحدة منها بالفحص السريع أو الشريط السريع، ولكل 10 موجبة بالفحص السريع يتم إرسالها إلى المختبر المركزي لعمل الفحص المزرعي وتأكيدها. معدل الإماتة أو الكيس فاتاليتي ريت عبارة عن 1/10%، والأتاك ريت أو معدل الهجوم على لكل 1000 هو 148 ألف. نلاحظ أنه برغم تناقص الحالات خلال هذه الفترة الأخيرة إلا أننا لسنا مطمئنين إلى هذا الوضع، ونتوقع أن يكون هناك أيضا موجة رابعة في الأيام القادمة، خصوصا أنه مستمر هطول الأمطار الموسمي في بعض المحافظات خاصة الشمالية. ندعو جميع الجهات للتكاتف وإلى زيادة التظافر في الاستجابة الطارئة للكوليرا وعدم التوقف حتى نهاية شهر أكتوبر على الأقل لرؤية التدني المباشر في عدد الحالات. تفضل بالبقاء معي دكتور الثجيري. أعود إليك دكتور عبد الرحيم السمعي فيما يتعلق بمتطلبات يعني مكتب الصحة في تعز لمواجهة هذا الوباء، ما هي أبرز الاحتياجات لديكم بهذا الخصوص؟ إلى أي مدى هناك تعاون من قبل الجهات المعنية في الحكومة وكذا في المنظمات العاملة على الأرض في سياق تقديم المساعدات؟ طبعا أبرز المتطلبات، وأنا أعتقد أن هذه متطلبات عامة تكاد تكون مشتركة في أي محافظة وفي أي مكتب صحة، أبرز المتطلبات هي الإمكانيات المادية التي نقصد بها الأدوية والمحاليل، وكذلك الميزانيات التشغيلية لتشغيل مراكز معالجات الكوليرا والإسهالات المائية الحادة، بالإضافة إلى الكادر. الكادر نازح، وبسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلد أصبحت المرتبات لا تفي بالغرض، فبالتالي الكادر يبحث عن أودية زراعية أخرى يستطيع من خلالها كسب لقمة عيش يرضى بها، وبالتالي فإن تشغيل هذه المراكز بكادر بأدوية مستلزمات محاليل مختبرات، هذه هي أبرز المتطلبات. بالنسبة للتعاون من الجهات المختصة ومن المنظمات الدولية، أنا أقول أن المنظمات الدولية ليست على مستوى الحدث، أنا أقول بشكل عام لا أخصص، لكن غياب التنسيق الكامل مع بين المنظمات والمكاتب الصحية، وأنا لدي زملاء في بعض المحافظات يشكون نفس الشكوى أن هناك تنسيق باهت وضعيف من قبل المنظمات الدولية، تعمل في وادي ونحن في وادي آخر، احتياجاتنا في مكان وهي تعمل في مكان آخر. هل أوضحت النقطة بشكل أكبر سيد سامي؟ دكتور هل يعني أوضحت هذه النقطة بشكل أكبر؟ أنا أقول أن المراكز العلاجية مثلا في محافظة تعز لا يقوم مكتب الصحة بالإشراف الكامل وتقديم الاحتياجات بحسب ما هو موجود على الأرض، وإنما نستقبل نحن ما يرد إلينا بحسب رؤية والاحتياجات التي تنظر إليها المنظمات الدولية، فبالتالي ما يصل إلينا لا نستطيع رفضه نظرا للحاجة التي نعاني منها، ولا نستطيع تغييره. لا يكون لدينا إلا خيار واحد، هو قبول هذه المواد والأدوية والمحاليل. ثانيا أنه عند إغلاق أي مركز لا يتم حتى إشعارنا، وعند فتح أي مركز تختاره المنظمة بنفسها، وحتى إذا حصلت على مذكرة من قبلنا لفتح المركز هذا فهو يأتي بعد أن يكون مستشار المنظمة أو المنسق الميداني قد نزل
وقرر أن يفتح هذا المركز هنا، ثم يأتي يقول لكي نفتح هذا المركز نريد منكم مذكرة رسمية حتى نكون رسميين. قلت لك نحن تحت هذه الظروف التي نعيشها في هذه المحافظة نضطر للتعامل مع هذا الوضع وإن كنا لسنا راضين عنه. شكرا دكتور عبد الرحيم السامع مدير مكتب الصحة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بالعودة إليك دكتور الثجيري، إذن هل الوضع ذاته في صنعاء؟ كيف هي التحديات هناك في سياق علاج هذه الحالات ومواجهة تفشي الوباء؟ نعم أخي الكريم، يبدو أن لي وجهة نظر مخالفة للدكتور مكتب الصحة محافظة تعز، حيث أننا في صنعاء نبني على منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية لجهودهم الكبيرة في الاستجابة للوباء، والتنسيق أصبح الآن مركزي عن طريق اتفاقيات تتم ما بين وزارة الصحة ومكاتب الصحة في المديريات بتنسيق مركزي ثم لا مركزي، وعملية الاستجابة الطارئة الكثيرة تتم عن طريق تكتل الصحة الذي يجتمع كل أسبوعين في وزارة الصحة لتحديد الأولويات وتحديد تفشي الحالات والمديريات ذات الأولوية والثغرات الموجودة ومحاولة تغطيتها من قبل المنظمات. بالنسبة للوضع في صنعاء، أنت تعلم أن صنعاء وأمانة العاصمة بشكل خاص تستقبل الأمراض من جميع محافظات الجمهورية أو نقول بالأخص الشمالية منها، خاصة الحالات التي تدخل في مضاعفة نتيجة الكوليرا من ضمنها الفشل الكلوي الحاد. وغير أنه ينبغي التنبيه إلى نقطة هامة جدا، هو ضمن الموجة الأخيرة أن نسبة الفشل الكلوي الحاد نتيجة الجفاف الشديد كبيرة جدا مقارنة بالموجات السابقة، وقد عرضنا ذلك في تكتل الصحة في وزارة الصحة أيضا وعلى القائمين على في هذا المجال، وقلنا لهم بأن على الأقل نخرج بنظرية أو بمنظور أنه لماذا ازدادت عدد حالات الفشل الكلوي في الموجات الأخيرة، ما السبب، هل هو الكلورا الموزع من قبل جميع منظمات المجتمع الدولي بدون رقابة لصيقة، هل هو شيء آخر، المحل المستوردة، التطعيم الحاصل مؤخرا، ليس هناك بحث شامل أو حتى فرضية موجودة في أرض الواقع ممكن أن نثبتها أو ننفيها، لكن إجمالا الاستجابة تظل جيدة جدا من قبل وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني هنا في صنعاء، ومشكورين جدا على جهودهم المبذولة والتشارك والتكتل بين كتلة الصحة وكتلة المياه والإصحاح البيئي، خاصة في المديريات النائية أو الخارج عن أمانة العاصمة. تفضل بالبقاء معنا دكتور الثجيري. أرحب بمن ينضم إلينا من تعز، الدكتور وليد الوتيري المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للتنمية الصحية. أهلا بك دكتور الوتيري. إذن بالنسبة لي أداء المنظمات الدولية فيما يتعلق بالحد من انتشار الكوليرا، هناك كان أخذ ويعني آراء مختلفة حول دورهم في سياق تلبية الاحتياجات العاجلة فيما يتعلق بمواجهة الوباء، أنت كيف تقيم هذه الاستجابة من قبل هذه المنظمات؟ أولا أشكر قناة بلقيس على استضافتنا في هذا البرنامج المميز. وبالنسبة للدور المنظمات الدولية في الحد من انتشار وباء الكوليرا، الجميع يعلم ولا يخفى على أحد أن معظم المؤسسات الخدمية كانت تعاني من ضعف في الأداء وشحافة الإمكانيات حتى من قبل أن تندلع هذه الحرب المستمرة منذ سنوات. ولولا الدور المتميز الذي تقوم به المنظمات الدولية في جميع المجالات العمل الإنساني خصوصا بالجانب الصحي لكان وضع المجتمع اليمني أسوأ بكثير مما هو عليه الآن. يعني دورهم لحد الآن دور متميز، ولكن هناك بعض القصور. لكن استمرار الحرب والصراع منذ أكثر من سنوات وتدهور الوضع الصحي
وزيادة عدد حالة النزوح وانهيار منظومة العمل الصحي جراء الحصار المفروض على اليمن والتدمير الذي لحق بالمؤسسة الصحية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة، صحة البيئة، نظافة، تحسين المياه، وكذلك شحة الإمكانيات وعدم توفر المستلزمات. كل هذا أدى إلى أنه يعني يستمر الوضع في التدهور وعادة العديد من الأمراض. أضف إلى ذلك أن هناك قصور في دور المنظمات، نتيجة قد يكون هذا القصور ناتج عن إما نتيجة لزيادة الاحتياجات الإنسانية والتي لا يستطيع الشركاء الدوليين تلبيتها بشكل كامل، لأنه كل يوم يمر تزداد معاناة ملايين من أبناء المجتمع اليمني. ولذلك أعتقد أن الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية لن تقوم. دكتور، هناك مشكلة في التواصل مع الدكتور الوتيري من المصدر، أعود إليك إلى حين إصلاح الخلل دكتور الثجيري. إذن عندما نتحدث عن عودة أو عندما نتحدث كما تقول موجة رابعة لوباء الكوليرا، ما هي الأسباب؟ يعني لماذا عاد الوباء؟ أو بالأصح هل تمت مواجهة الوباء فيما سبق بالشكل المناسب أم لا؟ نعم أخي الكريم، بالنسبة لعودة الوباء إلى وصوله إلى الموجة الرابعة ويمكن أن يدخل في الموجة الخامسة، لما تحدث معك عن عدد الوفيات من بداية يناير حتى سبتمبر 2019 كان عدد الحالات 844 حالة وفاة، معدل إصابة الأطفال سواء إصابتهم أو من الوفيات وهو 25%. هذا يعود إلى عدة أسباب أخي الكريم، من ضمنها أولا أننا لم نحدد أصلا سبب للكوليرا غير أنه تدهور الوضع الصحي بشكل عام كنتيجة غير مباشرة لتردي الأوضاع بسبب الحرب، غير أنه من ضمن الأسباب أيضا أنه تحسن مستوى الاستجابة السريعة ووصول فريق الاستجابة السريعة لمناطق نائية، حيث أنه كان من قبل لا تسجل معظم الحالات، أي أنه يوجد هناك حالة إسهال مائي حاد من ضمن الشبه كوليرا قد ربما يموتون في المنزل في مناطق نائية في قرى نائية غير مسجلين أو معروفين. الآن تحسن مستوى الترصد الوبائي ووصول فريق الاستجابة السريعة إلى مناطق نائية أدى إلى تسجيل هذه الحالات أولا بأول، فلم تعد هناك حالات كثيرة تفوت على الترصد الوبائي لوزارة الصحة. أيضا وصول خدمات منظمات المجتمع المدني إلى 83% من المديريات الموجودة في الجمهورية اليمنية، حيث أن المحافظات التي أصيبت بالوباء الأخير تمثل 96%، بينما المديريات 46% فقط. إذا ما نظرت إلى الفارق العددي قديما وحديثا ستلاحظ أن معدل تسجيل الحالات الترصد وصول الفريق الاستجابة تحسن الأداء وبقوا يسجلون ما يزيد عن 90% من الحالات. من ضمن أيضا تزايد عدد الحالات في الموجة الرابعة موسم الأمطار المتقطع الذي حصل مؤخرا، وكما تعلم بأن البكتيريا الكوليرا هي بكتيريا تنطلق عن طريق المياه، شيء تأكله أو تشربه وتعود بنفس الآلية، فوجود الأمطار الموسمية المتقطعة خلال الفترة السابقة كان أيضا سبب في وجود هذه الأوضاع. السبب الثالث أخي الكريم أيضا تدهور المنظومة الصحية أكثر وأكثر بسبب الحرب وأزمة المشتقات النفطية. فإذا ما ضربت لك مثال بسيط، إذا كنت أنت مثلا أخي الكريم متعود أن تشرب ماء معدني لنفرض، أو ماء على الأقل مفور في البيت، وفجأة انقطع عنك الغاز أو المشتقات النفطية فأصبحت لا تبالي وإنما تشرب من الماء الموجود في الخزانات أو عن طريق الوايتات. هذا مثال بسيط ليعكس الأمثلة الحية التي توضح أن الحرب وتردي المنظومة الصحية بشكل عام تؤدي إلى مثل انتشار مثل هذه الحالات.
شكرا لك دكتور وليد الفجيري، طبيب في مستشفى الثورة، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. بعودة أخيرة إليك دكتور وليد الوتيري، المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للتنمية الصحية، وقد عدت إلينا. يعني إذا هناك أيضا خلل في جانب التوعية فيما يتعلق بكيفية مواجهة هذا الوباء، إلى أي مدى تقيم أو كيف تقيم بالأصح الجهود هنا أنت من خلال الواقع الذي تمارسه؟ وباء الكوليرا كما أشار الدكتور وليد هو أيضا متعلق بالممارسات والسلوكيات التي يمارسها أبناء المجتمع، وعملية تغيير السلوكيات والممارسات هذه تحتاج إلى فترة طويلة، ليست بالأمر الذي يحتاج إلى يوم أو يومين أو شهر أو سنة أو إلى آخر. العملية معقدة ومستمرة وتحتاج إلى جهود وتوعية بشكل مستمر ومتواصل. أيضا وهنا جهود كبيرة تبذلها العديد من الجهات، منها الجهات الرسمية أو المنظمات الدولية أو منظمات المجتمع المدني المحلية، للقيام بتوعية وتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة التي يمارسها العديد من أبناء المجتمع. هناك على سبيل المثال في محافظة تعز، في منطقة في مديرية إحدى المديريات، المجاري والصرف الصحي جرفها سيل سيول الأمطار، جرفتها إلى داخل البئر، مما أدى إلى أنه تلوث مياه البئر هذا الذي يشرب منه أبناء هذه المنطقة، وأصيبوا جميعهم بالكوليرا مما سبب كارثة. تغيير السلوكيات والتوعية يحتاج إلى تضافر جميع الجهود المحلية، أبناء المجتمع أيضا لابد أن يكون لهم جهود، لابد أن يكون لهم مشاركة في تغيير السلوكيات الغير صحيحة واستبدالها بالسلوكيات الصحيحة، لأنه مرض الكوليرا والعديد من الأمراض حتى شلل الأطفال، الدفتيريا وغيرها من هذه الأمراض التي عادت وقد كانت اختفت من اليمن، هذه جميعها عادت بسبب الحرب والصراع وتدهور المنظومة الصحية كما أشار لذلك الدكتور عبد الرحيم ودكتور وليد من قبله. ولكن يعني يجب أن تتضافر جميع الجهود، سواء كانت الجهود الدولية والمحلية أو الحكومية، لأن نقوم كل يقوم بدوره للقيام بتغيير المفاهيم والسلوكيات لدى أبناء المجتمع، وأيضا يعني تقديم ما هو ممكن. شكرا. لم أستطع خلال الرد على سؤالك الأول، لكن هناك مداخلة أريد أن أضيفها. تفضل تفضل. في دور المنظمات الدولية هناك قصور، القصور على كما أشرت إلى أنه ناتج عن زيادة الاحتياجات الإنسانية التي لا تستطيع الشركاء الدولية تلبيتها كامل، وكذلك الأوضاع الأمنية المدهورة، أيضا الحصار الذي تعرض له اليمن، إغلاق المطارات، أيضا المواني، لا يستطيع الشركاء الدوليين أن يقدموا الاحتياجات بشكل كامل وبالوقت المناسب وبكمية المناسبة. إيقاف الحرب والصراع هو الحل الأمثل لأن تنتهي هذه الأمراض التي تفتك بالمئات من أبناء الشعب اليمني. ومن على منبر قناة بلقيس وللمرة الثانية أنا معكم أناشد جميع الأطراف بوقف هذه الحرب العبثية، هذه الحرب الظالمة التي تجرعنا منها الويلات واستمرت لفترة طويلة ولا توجد ملامح لحل. أناشد جميع العقلاء من أبناء اليمن أن يكونوا يدا واحدة وأن يوقفوا هذه الحرب التي أضرت بجميع المؤسسات وأنهارت جميع مؤسسات الدولة، ولذلك أي حل لا يبدأ بإيقاف هذه الحرب وفتح المطارات وفتح المواني يعني زيادة مشاريع الإغاثة لهذا الوطن المنكوب، لهذا البلد الذي يعيش فيه ملايين البشر تحت خط الفقر. بكل تأكيد هو سيفاقم الوضع وربما يؤدي إلى تزايد في ذلك، وكل أمل في أن تصل هذه المناشدات. شكرا لك دكتور وليد الوتيري، المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للتنمية الصحية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.